تاز، مو اليوم عطلة رسمية للكل ولا لا؟ تعرفي المدير عنده شغلة ضرورية لازم يعملها، مشان هيك اجينا اليوم. بس شو جايبك بالعطلة انتي؟ بصراحة باري؟ أهلين. مرحبا رفيقي. يا أهلين حبيبتي، شو هالمفاجأة الحلوة هي؟ شلونك؟ أنا منيحة باري، أنا آسفة. عادي مو مشكلة. شو أنت مالك معطل اليوم يا رفيقي؟ ماما معطلة اليوم ونحن رح نروح مشاوير كتير حلوة. رح نروح سوا على الحديقة، رح ناكل بوزة كمان، بدها تاخدني على المطعم. شو رأيك تروح معنا أنت؟ باري؟ باري؟ أنا حابب أجي معكم، بس مديري عنده شغل ولازم ضل هون لحتى ساعده، ولهيك أنا اضطريت أني أجي على المكتب بيوم عطلتي. يعني مديرك هاد عصبي كتير؟ هو شوي بيعصب بس حبه. بعتذر لأنه أزعجتك أستاذ باري، يلا نروح. تعال يا مدير لو سمحت. ممكن تعطي إجازة لرفيقي؟ هيك بدي؟ خليه يروح، انبسطي. بس في عندي فكرة، وأنا باخد إجازة إذا طلعنا نحن الأربعة هيك مننبسط أكتر، مو؟ طيب وين بدك تقعد؟ لأنه التاكسي ما بيوسع غير ثلاث أشخاص. صح، برافو عليكي، ولا مرة انتبهت لهالشي. أنا عندي حل لهي المشكلة، ما رح أجي معكم، بضل هون بالمكتب، وأنتو روحوا سوا وانبسطوا باقي النهار، ماشي؟ لا أستاذ، عنا شغل كتير مهم بالمكتب. معلش، خلص يا شوين المشكلة يعني؟ الشغل بيتأجل لبعدين، المهم أنت تروح وتنبسط، لازم تروح تجهز حالك. يلا أستاذ لا ترد عباري، مو مشكلة، إذا عندك شغل مهم بالمكتب خلص خلي ياشي يضل معك. نيها أنا ما عندي مشكلة أبداً، الواحد ما لازم يكسر بخاطر بنت صغيرة، بقى كيف إذا كانت هيك بنت حلوة؟ ما لازم الواحد يرفض لأي طلب لو شو ما كان، ماشي؟ وهلأ أنتوا الثلاثة روحوا وانبسطوا. شكراً عمو المدير. تكرمي عمو. شكراً إلك أستاذ، أنا رح أضل معك. خلص لا تناقشني، لازم تروح معهم. روح ما في مشكلة ولا يهمك، يلا روح. طيب روح انبسطوا بوقتكم. شكراً. تفضل سيد ياش، تفضل انبسط، لا تفكر بشي، تفضل. باري المدير عنده شغل، لهيك طلب من ياش يجي على المكتب بالعطلة، وانتي شو عملتي؟ قلتي له يخلينا ناخد رفيقك معنا، يلي عملتي اليوم غلط، عم تفهمي؟ مو مشكلة نيها، وهي بالعكس أنقذتني اليوم، وإلا كنت اضطريت اشتغل حتى بيوم عطلتي. دقي كفك، انت عم تدلل زيادة عن اللزوم،